أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال ابن القيم رحمه الله: ونحن في زمن الغربة فيه أشد من الغربة في بداية الإسلام. يقول: ما مراد ابن القيم في قوله، وماذا تنصحنا به؟ الله ما أدري، ما شفت أنا ابن القيم، لكن الغربة في أول الإسلام غربة شديدة، ما فيه إلا الرسول وأبو بكر رضي الله عنه. نعم.